أهلا بحضراتكم جميعا في لقائنا الأسبوعي المتجدد مع شركة جرام ذهب للتطلع على أهم المجريات الفنية والاقتصادية المحيطة بأسواق الذهب. تعالوا نبدأ في الأول بالتحليل الفني. زي ما أنتم عارفين التشارت ده هو الإطار الزمني اليومي. هنشوف زي ما أنتم حضراتكم شايفين دلوقتي احنا في عندنا 2 ترند لاين، واحد أب ترند لاين وواحد داون ترند لاين، والاثنين ميديوم تيرم، الاثنين متوسطي الاجل. شايفين منطقة التلاقي اللي احنا فيها دلوقتي ده هو اللي حصل خلال اخر 3 ايام في التداول، ان الاسعار ثبتت حوالين 1950، ودي يمكن اللي احنا كنا حذرنا منها خلال الفترة السابقة الاخير. احنا قلنا المنطقة دي منطقة اكوليبريوم او منطقة الماركت فيها هيقابل يعني مكان الأسعار فيها مش هتقدر تتخطاها بسهولة، زي ما حضراتكم شايفين واضح جدا من الرسم البياني. تقاطع الخطوط دي بيعني ان انا في عندي داون ترند لاين او خط اتجاه هابط رئيسي. هذا خط الاتجاه بيمثل القوى البيعية، وخط اتجاه صاعد كان تم اختراقه سابقا وفي الفترة الحالية بنعاود اختباره مرة أخرى. معاودة اختباره هو كان في الأول مستوى دعم، لكن في الحالة دي هو تحول إلى مستوى مقاومة، فبقى عندنا منطقة مقاومة. بالإضافة إن احنا لو بصينا على الفترة السابقة هنلاقي المنطقة دي المستوى ده والمنطقة دي كلها عبارة عن منطقة مقاومة، بالإضافة إلى هذه المنطقة أيضا منطقة عرض قوية جدا اللي تراجعت فيها الأسعار بصورة كبيرة في الفترة خلال شهر فبراير. طيب ده يعني ايه؟ ده يعني ان احنا هنهتم قوي بمنطقتين مهمين جدا بالنسبة لنا. اول منطقة 1954 اللي هو الهاي بتاع الاسبوع اللي فات. المنطقة التانية هي 1934. طب 1954 معناها ايه؟ معناها ان دي اعلى مستوى قدر المشتري يوصل له خلال الفترة السابقة. ونخلي بالنا برضو ان احنا داخلين في منطقة اوفر بوت او منطقة تشبع شرائي، فعادي جدا اي تراجعات هتبقى ضمن اطار طبيعي. تمام؟ لكن لو قدرت الاسعار تطلع فوق ال 54 1954، فاحنا كده بهذا الشكل هنشوف مستهدفات تصل إلى 1964 وصولا إلى 1980. طيب المنطقة الكريتيكال التانية للجانب العكسي اللي احنا هتشير إلى انتهاء الموجة الصعودية دي بصورة كبيرة هو التراجع دول مستوى 1934. 1934 لو الأسعار تراجعت دونه خلاص أثبتت لي إن المنطقة دي كلها منطقة قوية جدا كمنطقة عرض بالنسبة للذهب، والتراجعات بتاعتي عادي جدا أنزل أختبر مرة أخرى مستويات 1920 مستويات 1920 ومستويات 1903. ولو الأسعار تراجعت أكتر من كده فدي تعني ان انا لازم ارجع اجرب حوالين 1890. خلاص يا شباب، فدي اهم النقاط المحورية. زي ما انتم شايفين كده في الارم هنا، انا حاطط الارم هنا جوه المنطقة دي، منطقة كريتيكال جدا للاسبوع القادم. ده من الناحية الفنية. طب تعالوا نبص سريعا من الناحية الاخبارية. مبدئيا احنا عايزين نشوف يوم الاثنين اللي هو بكرة، ده هيبقى هوليدي بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لكندا، اللي همنا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، ده فهيبقى يوم فري بالنسبة للده. يعني ده بيقدر يتحرك براحته وبحرية خلال جلسة بداية الأسبوع عادي جدا، ما عندناش فيه مشكلة. طب تعال نروح ندور ونشوف ايه أخبار تانية ممكن تأثر على الذهب ابتداء من يوم الثلاث. ده من يوم الثلاثة شباب زي ما انتم شايفين كده هتلاقي فيه عندك هتلاقي فيه عندنا الاخبار اللي تخص الولايات المتحدة الامريكية بالاخص عفوا بالاخص
يعني ما فيش كتير قوي، يعني ما فيش اخبار كبيرة قوي هتهمني خلال يعني جلسات بداية الاسبوع، وخصوصا يوم الاثنين ويوم الثلاث، خصوصا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. يمكن يوم الثلاثاء عندي فقط لغير مؤشر الخاص ب الفاكتوري اوردرز او طلبات المصانع في الولايات المتحدة الامريكية، ده بيبقى التأثير بتاعه لو جاء متراجعا بمثل هذه التراجعات، يعني للأسف للأسف ده هيكون سلبي جدا جدا للدولار الأمريكي، وهيكون جيد جدا بالنسبة للذهب. طبعا يعني كنت حابب أتكلم معاكم سريعا سريعا يعني في قصة تقرير وظائف اللي طلع يوم الجمعة الماضي. هذا التقرير بكل بساطة كان من التقارير المهمة اللي حصل فيها ارتفاع في معدلات التوظيف، وارتفاع أيضا في معدلات البطالة، وتراجع في معدلات الأجور، وكل الأشياء دي بتشير إلى إن إحنا عندنا احتمالية إن مؤشرات التضخم تظل تشير إلى إيه؟ تشير إلى تراجع. يعني الفيدرالي الأمريكي لو حب يقرر خلال الفترة الحالية، أعتقد في توقع الشخصي إن إحنا ممكن نشوف تثبيت لمعدلات الفايدة، ودي تبقى المرة الأولى اللي يحدث فيها إن شهرين متتاليتين ما يتمش فيهم رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهيحفز الناس أكتر التخلي عن الدولار والبحث بقى عن عملات الملاذ الآمن زي الين مثلا، زي اليورو، زي الباوند، وإذا كان على رأسهم فأعتقد هيكون الين والجولد والذهب. نخش بقى في يوم 6، فيعني يوم 6 هتبدأ بقى الخطابات من الفيدرالي الأمريكي ومتحدثي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة للسيرفيس بي ام اي أو مؤشر مدير المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية. ده في حد ذاته من الأشياء اللي احنا هنشوفها مهمة جدا بالنسبة لنا ان احنا نراقبها بشكل جيد. التراجع في مؤشر مدير المشتريات الخدمي ايضا سيعزز من ارتفاعات الذهب، واحنا عرفنا كويس جدا خلاص المناطق اللي احنا هنراقبها بقوة هي 1954 اختراقها الاعلى، هنشوف ارتفاعات 1965 1975 وصولا الى يمكن 85 و87، 1987 يعني، والتراجع ما دون 1934 هيغير النظرة بتاعت الارتفاعات دي إلى تراجعات مرتقبة حوالين مستوى 1920 وصولا إلى 1902. طبعا أشوفكم في اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله، استنونا وما تنسوش تتابعونا على موقعنا الإلكتروني وعلى قنواتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عشان تتعرفوا معانا على المزيد من التقارير اليومية والأحداث الاقتصادية وقت صدورها. أشوفكم على خير.